تجربات ان الناس فاشله. الناس فاشله اليوم ما يحدثوا في مدينه الدار البيضاء، ما يحدثوا في مدينه بدر جريمه في حق السكان الكازاويين والكازاويات. قل لي شكون اللي تيراقب شركه تدبير المفاوض كازا ايفنت الفضيحه اللي دارتها في المباراتين ديال فريق الرجاء وفريق الوداد، الازبال، عدم الطريقه ديال بيع التذاكر، هذه بوحدها تسائل رئاسه، تسائل مجلس المدينه ورئاسته. شكون اللي جا من شكون اللي جا اليوم؟ حنا غير عندنا مقعد واحد في الدار البيضاء في مجلس المدينه. قل لي باقي الفرق المتواجده داخل مجلس مدينه الدار البيضاء هل طرحت سؤالا؟ هل طالبت بعقد مجلس مدينه مستعجل للنقاش هذيك الفضيحه العالميه والتي يندى لها الجبين؟ سؤال، من يمنح كيف تمنح شروط التدبير المفاوض؟ لماذا لديك تستخلص فواتير ديال شهور لم يستهلكها المغاربه؟ اليوم المغاربه الدار الكازاويين تيخلصوا شهر خمسه، شهر ربعه باقي ما سالاش خلصنا، وخلصنا شهر خمسه، وانا عندي الدليل انا خلص شهر خمسه لحد الساعه ما بغيتش نستوعبها. يعني انا بالنسبه لي تنخلص الشهر اللي تنكونسوميه وتنسالكو، خلصنا شهر ربعه باقي ما سالاش وخلصنا حتى شهر خمسه. شكون اللي تيحمي الكازاويين والكازاويات من هذا الجشع؟ فين هما المنتخبون؟ واش يناقشوا فقط الصفقات؟ نهار الاسبوع الجاي غادي يدار فتح ديال دفاتر التحملات، الاعلان ديال دفتر التحملات لكراء الشواطئ ديال 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 الدار البيضاء. علاش غادي تكرى شواطئ الدار البيضاء؟ وعلاش بهذه السرعه غادي يدار هذا دفتر التحملات؟ ووفق اي شروط غادي يدار هذا دفتر التحملات؟ واش دار شي حاله، شي نقاش عمومي بيضاوي يقولوا البيضاويين كيفاش بغاو يستافدوا من الشواطئ ديالهم؟ وكيفاش؟ واش انا نمشي لعين دياب نكري بالاسور ب 5 درهم، نكري طابله ب 20 درهم، نجلس في نعوم ب 5 درهم؟ هذه من بين المجالات ديال كازا. وشكون تيمشي لعين دياب؟ وشكون تيمشي لبيبسي؟ وشكون تيمشي لاكونج؟ غير الفقراء، غير ولاد وبنات الفقراء داخل هذه المدينه. ايوا واش حتى باش نتبحر في كازا خصني نخلص 5 درهم 20 درهم 30 درهم وانا غادي وتنخلص؟ ما عنديش حق ندير ماشي على اسره ديال 5 افراد. منطقيا باي منطق غادي نكري الشواطئ ديال الكازاويين والكازاويات؟ وشنو تيستافدوا الكازاويين والكازاويات من هذاك الكراء؟ علاش في مرحله مدن اخرى منعوا الناس انها تكري لي باراسول ومنعوا لي باراسول ومنعوا داك الشيء؟ علاش في كازا مازال كاين هذا الشيء؟ جاوبونا علاش. الازبال، عدم النظافه، عدم احترام اللي سميتو الرخص، البناء العشوائي كذا، احتلال الملك العمومي. هو بزاف. حنا درنا تجربه ديال مجلس المدينه من 2003 لدابا، شنو النتيجه ديال مجلس المدينه للدار البيضاء؟ شنو حملت هذا مجلس المدينه للدار البيضاء من غير المشاريع الملكيه؟ اعطينا شنو هي الاضافه؟ عطيونا شنو هي الاضافه؟ دابا 20 عام تقريبا، 2003 لدابا 20 سنه، 20 سنه من نظام مجلس المدينه داخل الدار البيضاء، 20 سنه من نفس الاشخاص يسيرون المدينه، من نفس الوجوه، من نفس فينا هي النتيجه؟ فينا هي النتيجه؟ انا قلت بكل صراحه ونقولها بكل صراحه، المغاربه قطعوا، داروا واحد القطيعه في نهار 8/1/2021، كان خاص الاحزاب السياسيه اللي عندها الاغلبيه ولكونات المجالس في الجماعه الترابيه تلتقط الاشاره.